قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء غارات جوية لطائرات النظام على قرية أم زيتونة وعلى سوق شعبي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. مصدر قضائي عراقي يؤكد الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة. وفاة طفل رضيع أثر اندلاع حريق في مخيم للاجئين السوريين في منطقة الفرزل في البقاع اللبناني. اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات النظام في بلدة كفرنبودة شمال حما، والثوار يدمرون عدة آليات عسكرية للنظام ويقتلون عددا من قواته. مقتل مدني جراء غارات جوية بالصواريخ الفراغية من طيران النظام على مدينة كفرزيتا بريف حما الشمالي. قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام بينهم ضابطان إثر انفجار لغم أرضي بهم في منطقة تل هوش بريف حما الشمالي.